الكلام ده كله بيراميدز يعدي في النص؟ بالتأكيد طبعا. طبعا بالتأكيد طبعا. وسيراميكا وسيراميكا بالتأكيد طبعا. انت ممكن تفاجأ ان النهائي بين سيراميكا وبيراميدز. مش مفاجأة يعني. ممكن المرشح الاول يبقى الرابع، ممكن الرابع يبقى الاهلي والزمالك بيلعبوا على الثالث والرابع، ممكن جدا. بص اصل دي مباراه ما هياش بطوله، دي مباراه، فالموفق والاكثر اجتهادا والاكثر تركيزا. ممكن اسالك ممكن سؤال عمري ما فكرت فيه؟ اتفضل. والله ما فكرت فيه بس فكرت فيه معاك دلوقتي. لو الاهلي والزمالك بيلعبوا مباراه على الثالث والرابع، تظل مباراه اهلي وزمالك؟ طبعا 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 تظل مباراه اهلي وزمالك. خلي بالك ديربي ديربي خالص. ممكن المباراه دي الثالث والرابع تتلعب بعد النهائي يعني بالليل. ما اعتقدش يبقى النهائي يبقى الظهر. لا لو حضرات كنت تفتكروا كان في مباراه وديه، مباراه الاهلي والزمالك في حب مصر، جمال عبد الحليم، جمال عبد الحميد. بدانا الاول الجمهورين معه جنب بعض، انا حضرت المباراه دي في الملعب، بدانا الجمهورين مع بعض وبتاع واعلام مصر وبتاع، جمال عبد الحميد جاب جول اتقلب اتفرقوا اتقلب. فانا بقى اهميه مباراه الاهلي والزمالك ستظل الى ما لا نهايه. ممكن ترتبهم لي؟ ترتيب ايه اللي هيكسب بطوله؟ توقعاتك اول ثاني ثالث رابع. بص طبعا يعني اهلي زمالك بيراميدز دول الثلاثه دول يعني الثلاثه مرشحين بقوه للقب. يعني ثلاثه في منهم اثنين في النهائي. اه الثلاثه دول في منهم اثنين في النهائي. تتوقع بيراميدز ولا الزمالك سيراميكا يوصل النهائي؟ الزمالك ولا بيراميدز؟ الزمالك ولا بيراميدز؟ 50 50 50 50 بس الضغوط اكتر على الزمالك. الضغوط اكتر على الزمالك. بص الفرق في الماتشين مدرجات. اي كنت هقولها مدرجات. انا كنت هقولها الفرق في الماتشين لكن كواليتي لعيبه مش بعيد. حتى الاهلي وسيراميكا لعيبه بيراميدز تستحمل الضغوط، تستحمل جمهور الزمالك مالي الملعب. لا ما تستحمل مع الزمالك تحديدا. لا الزمالك كعبه عالي جدا على بيراميدز. راجع كده تاريخ المباريات، الزمالك في اسوأ ظروفه بيخرج متعادل مع بيراميدز. في أسوأ ظروفه هو ما عندوش تيم وعنده وقف قيد والكلام ده، ما عندوش بدلاء، بيخرج متعادل. يعني كعبه عالي على بيراميدز. يعني انت عاوز تقول ان الزمالك في النهائي ممكن ايه بنسبه كبيره يعني. بص مدرجات هتفرق. مدرجات في الماتشين سواء اهلي هو ليه ما فيش واحد في حضراتكم قال لي كده كده الحساب في اخر الموسم وكولر قاعد؟ بالتاكيد طبعا. لسه كنت هكلمك في الموضوع ده. ما هو ده سيناريو الموسم اللي فات. هو الفرق بين السيناريو ده وسيناريو الفرق. ما هو الاهلي خسر من اتحاد العاصمه بدايه الموسم اللي فات، خسر السوبر ليج. المشكله بقى ايه؟ خسر السوبر ليج. لكن المشكله ايه؟ ان هو رجع لعب مباراه دوري، وقف على فرقته، هدي شويه. لكن هو طالع من ماتشين افريقيا، سوبر افريقي، سوبر مصري، انتركونتيننتال، اربع بطولات.